اخوان هاد البلاصه سميتها بوشبل، بوشبل طريق مكناس. اخوان هاد البلاصه سميتها بوشبل، بوشبل طريق مكناس. هانتوما الاخوان كما كتشوفوا مكناس باقا لي 68 من الخنيفرة للمكناس ان شاء الله. مكناس 68. تحية الاخوان، اليوم الاول في رمضان، تذكير اليوم الاول في رمضان. نشوفوا الساعة شحال الاخوان، كل شيء عندي في الفيديو نسيت معايا اش خرجت. دابا 12:24 دقيقة. تحية الاخوان. الاخوان للاسف كاين شويه ديال الريح، الا ما سجلت الصوت مزيان كاين شويه ديال الريح هنايا كما كتشوفوا الاخوان. هادو راه جبال كبار، راه تيبان صغار في الكاميرا. المهم راه كبار هنا، الطبيعه ساحره صراحه. الباتري عندي ولا شاعل بالاحمر، يعني اخوان هو لي شارج. نتمنى ما يخونش لي الباتريات ونكمل الطريق ديالي ان شاء الله، ونسجل لكم بعض اللقطات في الطريق. ولا ما سجلت عرفوا بالله، راه يعني صراحه يعني كنعتذر لكم. السلام عليكم، سلامكم اخوان. اخوان هاد البلاصه هادي سميتها امغاس. هاد المكان هذا سميتو امغاس.
الاخوان كما كتشوفوا ما بين الطريق ديال الامغاس مكناس كاين تقريبا شي نص كيلومتر كلها لابيس. صراحه الطريق هنا خايبه شي شويه فيها لابيس ديك يعني بحال حاكينو بديز على التريكس مشرطينو باش يعاودو يزفتوه. مكناس نيشان ياك الله يرحم الوالدين الله يحفظ خويا. الاخوان قربت البوفكان المهم مكناس 60 كيلومتر ما عرفتش بوفكان شحال كيلومتر ولكن قربت مكناس. مكناس كتعطينا الاشاره يعني البلاكات ديالك الصغيره كتكون على جنب الطريق كتكون عاطيني 60 كيلومتر. دابا عطاتني في اخر مره 60 كيلومتر من الخنيفرة ان شاء الله مكناس عاد ستوب ولا نزيد نكمل سخون شوية وهاز واحد الشكار فوق ظهري. المهم طريق زوينة هادي والله إلا زوينة أحسن من الطريق ديال والمس أنك تقدر تبيضر فيها تقول طلع شي طليعات إلا عييتي مثلا تقول تقول باش تسارح باش تغطي السوفل وتكمل الطريق. صراحة كلها هكا فيها لاباطي فيها شويه طلعي ولكن صراحه مزيان.
كنشوف واحد البلاك انا فيها ديال مكناس مفكران كاين 43 كيلومتر. انا غنوري لكم دابا مفكران 43. هانتوما الاخوان كما كتشوفوا بوفكران 43 كيلومتر. المهم السوف على قد الحال هو هذاك مزيان لي موريمات الخومه والو الركابي ما كيضرونيش. المهم الجسد ديالي او الجسم ديالي نورمال ملي كنعير كان يعني اول مره ريحت بزاف كون ريحت وقال شي 5 دقائق او ما وصلتش. هذاك الفيلاج اللي كنت فيه ريحت مع الناس ما بغيتش نصورهم يعني ما تبقاش تستغل الناس وهذه تصورهم طاطاطاطاطا عارف اللي فلوك ضروري خاصك تفلوكي ولكن كاين اللي ما بغاش تصور وما تكون من الاذن هادشي اللي كاين. نتمنى الاخوان اللي فيديو عجبوكم بزاف لان راه كضرب تمارة الصراحة والله يعني كضرب تمارة باش تحاول تصور هذي مع طريق طويلة وداكشي. السلام عليكم الله يعاونك يعني كتحاول تصور لي فيديو هكا تبارطاجي الحياة ديالك ولا يعني الوقت ديالك كيفاش تبدا تدوزو يعني في نفس الوقت راه كتخلي نصائح الناس تراجع لي دير لي ما ديرش المعاناة ديالي المعاناة في الطريق هادي ما ديرش الطريق هادي هي صراحة زوين. انا للاسف جيت قبل رمضان ولكن حكم لي الظروف وعاود صورت في رمضان ما ديما ندير. كل شيء بإذن الله كل شيء لك لي الحمد لله على أي حال. المهم الإخوان غادي نوقف شوية الكاميرا لأن خاصها تشارج شوية كما قلت لكم. المهم كنوصل شي بلاصة عرفتي زوينة نخليكم لي فيديو أو نصوركم الطريق مع الهضرة عاوتاني والهضرة يعني والبيدار الهضرة والبيدار ما كتخليكش خليك السوف يعني كتبقى تبلوكي يعني السوف ديالك تبلوكي وغادي تعير صراحة. يلا الإخوان جيم لكم كان وشكرا لكم ثاني. السلام عليكم الإخوان. دابا حاليا أنا وصلت لبوفكران تلاقيت واحد الصديق عاوتاني مسكين الله يجازيه بخير دا فين واحد كيزير سنانو في الكالا. دابا وصلنا لبوفكران غنكمل إن شاء الله المكناس. كما قلت لكم الإخوان شدني الريح بزاف كان الريح في الطريق ما خلانيش نبيضر وتقهرت والله الا وتقهرت والله. يلا السلام عليكم. السلام عليكم اخوان. دابا حاليا انا في مكناس غادي ان شاء الله غنمشي للمحطه غادي نكمل غنمشي نكمل تيفات. السلام عليكم. المحطة ديال الكرة الكبيرة فين كاينة؟ هي هادي صافي الله يرحم والدي. سمعتوا علي اخوان انا وصلت دابا لمكناس غنطلع مع الطرف الطريق هادي غندير اليمين باش غادي ان شاء الله نشد تاكسي في كالا وبورتاكاش وطاطا وهادي وطاطا تحرقت. السلام عليكم.
تيفلت بلاصه اه سير واخا وسليمان البورت باجاج كتنصل هذه كتنصل كامله بالروي ديالها وكلشي ليها واخا كما كتشوفوا صافي يعني انتهت الرحله ديالي يعني غنكمل في الطاكسي لمدينة تيفلت. نتمنى يعني صراحه نكون يعني قدمت لكم شي حاجه اللي تستافدوا منها. البيكالا فوق الطوموبيل موطينها فوق الطوموبيل. دابا غنتحركوا في حالنا. اخوان التوقيت اللي وصلت فيه المكناس كنت صراحه جابني من الدخله ديال جابني واحد السيد من الدخله ديال بوفكران يعني بقى لي بوفكران بزاف كما قلت لكم في الفيديو. وجابني واحد مول بيكوب عنده الورد الله يجازيه بخير. جابني مسكين معاه حتى المكناس اللي كندايز ما عرفتش واه البلاصه كندايز لها نسيت سميتها. المهم كما كتشوفوا في التوقيت دابا غنكون وصلت مع 4:35 هكاك مع الباكتاج هي 43 دقيقه.